يا ريتهم الكل كيفك يعني. الاهلي يا لك من اسم، اسألوا اهل طرابلس من اين لك هذا، اسألوا اهل البرج الجزائري من اين لك هذا، اسألوا اهل جدة من اين لك هذا، اسألوا الاهلي الاردني والاهلي البحريني والاهلي القطري والاهلي الاماراتي، عفوا كلكم اهلي ولكن اعذروني المسمى مصري، هم من بدأوا باسم الاهلي. الاهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوتة، فريق يعني الان يتجاوز ان يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيرة، لا هذا فريق اسطوري بالفعل، هو من خانة الفرق الاسطورية بألقابه بامجاده بانجازاته بامتيازاته، بدأتها بعنوان من يومه من تاريخه في ساعات الاختلاف، الاهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الاهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة، دمعة فرح في عيون المصريين. يا ريتهم الكل كيفك يا اهلي.